أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاستثمار في بناء القدرات الرقمية تستهدف تأهيل الشباب للمنافسة بفعالية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية لتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة، ومؤكدا توفير مسارات تدريبية في مختلف تخصصات الاتصالات لتأهيل الشباب. جاء ذلك خلال ترأس وزير الاتصالات حفل ختام فعاليات هاكسون بالمصري تك الذي نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات تحت شعار ابتكر لتعزيز الهوية المصرية واللغة العربية. وخلال الفترة من 18 من أغسطس وحتى 17 من سبتمبر بهدف تشجيع الشباب على إنتاج حلول وتطبيقات مبتكرة تخدم اللغة العربية وتعزز ارتباطهم بهويتهم المصرية، وذلك بمشاركة 752 مشاركا من طلاب المدارس والجامعات والشباب حديثي التخرج من مختلف المحافظات.